نحو ثلاثين ألف طفل سوري وأجنبي لا يزالون محرومين بشكل غير قانوني من حريتهم بسبب ادعاءات بارتباط عائلاتهم بتنظيم الدولة هذا ما خلص إليه تقرير صادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا حول أوضاع الأطفال المحتجزين في مخيمات وسجون قسد شمال شرقي سوريا التقرير أشار إلى أن الأطفال المحتجزين لدى قسد في مخيمي الهول والروج ليسوا متهمين بارتكاب أي جرائم ومع ذلك يتم احتجازهم في ظروف غير إنسانية ومهينة وعرضة للصدمات والتطرف، كما يعيشون ظروفا مزرية ومميتة في بعض الأحيان وفق تقرير اللجنة الذي أكد على ضرورة إنهاء معاناتهم. منظمة إنقاذ الطفولة بدورها عبرت عن خيبة أملها بسبب انخفاض عدد الأطفال والنساء الأجانب الذين أعيدوا إلى وطنهم من مخيمي الهول وروت شمال شرقي سوريا بنسبة تصل لخمسين بالمئة مقارنة بالعام الماضي الأمر الذي وصفته المنظمة بالخطوة إلى الوراء صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية وصفت مخيم الهول بالقنبلة الموقوتة متسائلة حول كيفية ضمان عودة الآلاف من سكان المخيمات والمقاتلين المعتقلين إلى بلدانهم الأصلية قبل أن تشهد المنطقة المزيد من الاضطرابات في ظل مخاوف من أي قرار أمريكي مستقبلي بوقف دعم قسد أو سحب القوات من المنطقة قد يؤدي وفق وول ستريت لإحياء تنظيم الدولة.